بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قراءة في كتاب الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان آل فوزان، غفر الله له ولشيخنا ولوالد شيخنا ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب في الكفاءة في النكاح. الكفاءة لغة المساواة أو المماثلة، المساواة والمماثلة، والمراد بها هنا. طيب دقيقة، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والتمام الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. هذا الباب من الأبواب المهمة رعاكم الله، وهو يتكلم على الكفاءة في النكاح. الكفاءة في النكاح، ولذلك الباب البخاري بوب بابا في كتاب النكاح وفي كتاب الحج الأكفاء في النكاح وليس الأكفاء في النكاح. الأكفاء في النكاح إيش معناها يا شباب؟ يا مشايخ، لما نقول معنا من المهندسين الأكفاء ما معنى؟ يعني العميان، أحسنتم. ولذلك أحيانا تجد سبحان الله مذيع في نشرة أخبار على مستوى العالم يقول وتم استقبال الوزراء الأكفاء، لا هي طبعا الأكفاء بسكون الكاف وليس بتضعيفها، التضعيف معناها العميان. فهنا الكفاءة في النكاح، باب الأكفاءة في النكاح، وذكر حديث ضباعة بنت الزبير، حديث ضباعة بنت الزبير بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام الزبير بن عبد المطلب في الحج، وكانت شاكية قال حجي واشترطي. وتعجب الناس كيف البخاري في كتاب النكاح يضع هالباب، وكانت تحت المقداد بن الأسود، ليوضح لك ان الكفاءة في النكاح اشياء كثيرة، لكن المعمول يعني الاقرب هو الكفاءة الشرعية، حتى وان اختلفت الكفاءة الاجتماعية الى غير ذلك من مثل هذه الاشياء، والا فهذه قرشية شريفة نسيبة وهذا مولى. فانظر الكفاءة فين هنا؟ الكفاءة هنا بماذا؟ في الدين. الان نحن نلج الى ما قاله المصنف ونبدا في فك عباراته ان شاء الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. الكفاءة لغة المساواة والمماثلة، والمراد بها هنا المساواة بين الزوجين في خمسة أشياء. أحدها نحن الآن مثل ما نقول فلان كفء لفلان، فلان كفء لفلان، يعني مساو له نظير له. ولذلك لما جاءت غزوة بدر وأخرج النبي من الأنصار قال عتبة بن ربيعة وشيبة والوليد بن عتبة وطلعوا يبارز، وقال لا يعني نريد أكفاءنا من قريش، يعني نريد الذين يساوون من قريش. فهنا الكفاءة هنا جزاكم الله خير، كما قلنا رعاكم الله، هنا المساواة، فلان كفء لفلان، يعني مساو هذا معنى الكفاءة. نعم تفضل. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. أحدها الدين، فلا يكون الفاجر والفاسق كفء العفيفة العدل، لأنه مردود الشهادة و... أرأيتم نعم هذا الأمر مهم جدا، لذلك بعض الناس الآن تركوا هذا الأمر تماما، طالما هو صاحب مال وعنده وظيفة وعنده كذا يتفضل، لكن ما يبحث عن صاحب الدين. وإن أتاكم أن ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ولذلك الكفاءة أيها الكرام الفضلاء، أيها الكرام، هي أمر مهم جدا. نحن نبدأ على ماذا؟ نبدأ إلى الديانة، ننظر إلى الديانة وإن كان فقيرا ما في مانع، المهم أنه عنده مين؟ عنده دين، المهم أنه عنده ماذا؟ عنده دين. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. لأنه مردود الشهادة والرواية، وذلك نقص في إنسانيته. عن الفاسق هذا لا يؤخذ بروايته للحديث ولا بشهادته، قال ربنا تبارك وتعالى: والذين يرمون
المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. وقال ربنا أيضا تبارك وتعالى في سورة العفاف: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وجه الدلالة هنا أنه فسق، والفسق هو الخروج عن الدين، فالله عز وجل هنا رد شهادتهم، رد ماذا؟ رد شهادتهم لفسقهم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. الثاني المنصب وهو النسب، فلا يكون العجمي وهو من ليس من العرب كفء العربية. الآن دين أولا، بعدين النسب ثانيا. أيها الكرام الفضلاء، ولذلك يقول صاحب المقنع: والعرب بعضهم لبعض أكفاء، وسائر الناس بعضهم لبعض أكفاء. نعم. ولذلك أيضا قال صاحب المقنع: لا تزوج قرشية لغير قرشي، ولا هاشمية لغير هاشمي. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. الثالث الحرية، فلا يكون العبد ولا المبعض كفء الحرة لأنه منقوص بالرق. أيوة. فلا تزوج حرة بعبد، ولا بنت بزاز بحجام، يعني ما بنت البزاز اللي هو الذي، وهذا قالوا الحرية والصناعة واليسار أيضا من شروط الكفاءة كما ذكر صاحب المقنع، ولا بنت تانئ بحائك، ولا موسرة بمعسر. طيب، المقصود هنا بنت تانئ، التانئ اللي هو العقاري، بحائك اللي هو الخياط. نعم. الله إليكم شيخنا. الرابع الصناعة. هنا ايوه احسنتم، حناجي الصناعة وليس هنا نقطة مهمة. لما قال صاحب المقنع: ولا تزوج قرشية لغير قرشي، يقول الشيخ تقي الدين في الإنصاف، يقول: ومن قال إن الهاشمي لا تزوج بغير هاشمي بمعنى أنه لا يجوز ذلك، فهذا مارق من دين الإسلام. إنما هو المقصود به هنا في الأولوية، ليست في إذا تزوجت هاشمية بغير هاشمي. الزواج صحيح ما دام مسلما وبه وله أركانه وشروطه. وقال: قصة تزويج الهاشميات من بنات النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهن بغير الهاشميين ثبت في السنة ثبوتا لا يخفى، فلا يجوز أن يحكى هذا خلافا في مذهب أحمد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. الرابع الصناعة، فلا يكون صاحب صناعة دنيئة كالحجام والحائك كفء بنت من هو صاحب صناعة جليلة كالتاجر. ولو حدث الزواج فصح، لا حرج. هو الآن يتكلم هنا عن الأولويات رعاكم الله. ولو وقم حدثت من أصحاب صناعات ليست بجليلة وتزوجوا من بنات أثرياء وأكابر إلى غير ذلك، إنه هنا المقصود على الأولويات رعاكم الله. لأنه سبحان الله أيها الكرام الفضلاء، وجد استقراء أن ذلك يؤدي إلى استعلاء المرأة على زوجها. تقول له: أنا أبوي فلان، وأنا من عيلة كذا، وأنت من عيلة كذا. وقد وقفت على كثير من ذلك، وكتب التاريخ مليئة بمثل هذا رعاكم الله. تتكبر عليه بصناعة والدها، أو بيسار والدها، أو بمنصب والدها. وغالب هذه الزيجات لا يكتب لها النجاح والاستمرار. غالب هذه الزيجات لما يكون في اختلاف في المستوى الاجتماعي من حيث الصناعة واليسار والثراء،
إلى غير ذلك، حقيقة يحدث كثير من الشقاق، وهذا منظور مشاهد لكل من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم. السلام عليكم شيخنا. الخامس اليسار بالمال بحسب ما يجب لها من المهر والنفقة، فلا يكون المعسر كفء الموسرة، لأن عليها ضررا في إعساره لإخلاله بنفقتها. وهذا الذي ترونه الآن، امرأة موظفة تزوج برجل متسبب أو ما عنده وظيفة، تتكبر عليه وتتنمر عليه، وهذا كثير. أنا أكلمكم بأمور أنا واقف عليها بنفسي رعاكم الله، كل ما فعل شيء أنا سويت لك، أنا فعلت لك، أنا جبت زجك سيارة، أنا طلعت لك قرض، أنا اشتريت لك الدار، إلى غير ذلك. يعني تنكد عليه حياته، تنكد عليه حياته حتى يكره يوما تزوج فيه بهذه المرأة. وأعرف من القصص من تزوج بامرأة ميسور أهلها، والآن هو في معاناة، أخذت الولد عنه وتعبته، ولا يستطيع أن يتكلم معها ولا مع أولاده، إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء. ولذلك يقول بعض أهل العلم في مثل هذه الأمور، يقول وكما قال الشافعي عدها ستة: الدين والنسب والحرية والصناعة والبراءة من العيوب. أيوة، إيش المقصود بالبراءة هنا من العيوب؟ اللي تمنع للنكاح، يعني تمنع استمتاع الرجل بالزوجة والزوجة بزوجها. نعم. وقال الإمام أحمد في رواية مشهورة اللي هي هنا عندنا فيه، لأن طبعا تعرفوا الملخص الفقهي وشرح للزاد على مذهب الإمام أحمد، قال هي خمسة: النسب والدين والحرية والصناعة والمال، اللي هي بين هلالين اليسار. وفي رواية عن أحمد رحمه الله كما في الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير، قال هي النسب والدين فقط. نعم. واختلفوا في فقد الكفاءة، إذا فقد الكفاءة هل تؤثر في إبطال النكاح؟ هل تؤثر في إبطال النكاح؟ يا محمد، قال أبو حنيفة: فقد الكفاءة يوجب للأولياء حق الاعتراض. وقال مالك، وطبعا هذا أبو حنيفة ذكره في فتح القدير وعشية بن عبد من كتب الشافعية، وقال مالك: لا يبطل النكاح، وهذا موجود في الشرح الصغير وحاشية الدسوق من كتب المالكية. وعن الشافعي قولان: الجديد منهما أنه لا يبطل النكاح بعدم الكفاءة، والقديم إن فقدها يبطل النكاح، وجاء ذلك في تحفة المحتاج وعلى شرح المنهاج ونهاية المحتاج أيضا على شرح وأما عند أحمد روايتان أظهرهما كما في الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير أنه يبطل النكاح بفقدها، فقد الكفاءة. يعني حصلت في بعض القضايا مثل هذا، اختلاف القبيلة وكذا، ورفعوا قضية وأفسى أهلها وفقد، والأخرى لا يبطل بفقدها، لكن يقف على إجازة الأولياء أو اعتراضهم. نعم، إذا اعترضوا لهم ذلك. نعم، السلام عليكم شيخنا. فإذا اختلف أحد الزوجين عن الآخر في واحد من هذه الأمور الخمسة فقد انتفت الكفاءة، وذلك لا يؤثر على صحة النكاح، لأن الكفاءة ليست شرطا في صحة. أرأيتم هنا الجهة تسمى الجهة منفكة، فالكفاءة ليست شرطا في صحة النكاح. النكاح له شروط: الزوج والزوجان الخاليان من الموانع، الإيجاب والقبول، وله أركان كالولي والشاهدين إلى غير ذلك، والإشهار. فإذا وفرت هذه الشروط والأركان صح النكاح، والجهة منفكة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد، فنكحها بأمره. أرأيتم أيوة، فلم أسامة أقل منها في الكفاءة. نعم،
وأيضا المقداد مع ضباعة بنت الزبير كما بينا في أول طرة درسنا هذا. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. ولكن تكون الكفاءة شرطا للزوم النكاح فقط، فلو زوجت امرأة بغير كفئها فلمن لم يرض بذلك من المرأة أو أوليائها فسخ النكاح، لأن رجلا زوج بنته من أرأيتم هذا الذي ذكرناه آنفا وهو في الروايتين عن أحمد أنه يقف على إجازة الأولياء أو اعتراضهم أو اعتراضهم. نعم، وسيأتي الدليل الآن. لأن رجلا زوج بنته من ابن أخيه ليرفع بها خسيسته، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها الخيار. وبعض العلماء يرى أن الكفاءة هنا مسألة جميلة، واختلفوا فيما إذا زوجها بعض الأولياء بغير كفء برضاها، فقال مالك والشافعي وأحمد، طبعا مالك في حاشية الدسوقي، الشافعي في تحفة المحتاج، والإمام أحمد في شرح منتهى الإرادات وكشاف القناع للبهوتي، على الرواية التي يقول فيها بأن فقد الكفاءة لا يطيل النكاح لبقية الأولياء لاعتراض، وقال أبو حنيفة يسقط حقهم كما في فتح القدير وحاشية ابن عابدين من كتب الحنفية، وقال ابن رشد، واتفقوا على انه ليس للولي ان يعضل او ان يعضل وليته اذا تزوجت يعني الى كفء وبصداق مثلها، وانها ترفع امر الى السلطان فيزوجها كما في حاشيه ابن عبدي والبحر الرائق على كنز الدقائق من كتب الحنفيه، وحاشيه الدسوقي من كتب المالكيه، وشرح الصغير ايضا كتب المالكيه، وفي تحفة المحتاج ونهاية المحتاج من كتب الشافعية، وشرح منتهى الإرادات وكشاف القناع للبهوتي من كتب الحنابلة. قال ما عدا الأبي فإنه اختلف فيه، فإنه يعني المذهب اختلفوا في مسألة الأب، واختلفوا بعد هذا الاتفاق فيما هي الكفاءة المعتبرة في ذلك، وهل صداق المثل منها أم لا، واتفقوا أن المرأة أن تمنع نفسها من إنكاح من له من الأولياء جبرها إذا لم تكن فيها الكفاءة موجودة كالأب في ابنته البكر، أما غير البالغ المشهور عند الحنابلة أن للأب تزويج بناته الأبكار ولو بعد البلوغ، ويستن استئذان بكر بالغة كما في منتهى الإرادات، والبالغ والثيب والصغيرة باختلاف، كذلك الوصي في محجوره على القول بالجبر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. وبعض العلماء يرى أن الكفاءة شرط لصحة النكاح، وهو رواية عن أحمد. قال الشيخ تقي الدين الذي يقتضي قال الشيخ التق... احنا و... الشيخ ايوه نعم أحسن الله إليكم شيخ. قال الشيخ تقي الدين الذي يقتضيه كلام أحمد أن الرجل إذا تبين له أنه ليس بكفء فرق بينهما، وأنه ليس للولي أن يزوج المرأة من غير كفء، ولا للزوج أن يتزوج، ولا للمرأة أن تفعل ذلك، وأن الكفاءة ليست بمنزلة الأمور المالية مثل مهر المرأة، إذا أحبت المرأة والأولياء طلبوه وإلا تركوه، ولكنه أمر ينبغي لهم اعتباره. انتهى. ولذلك الكفاءة المعتبرة اتفقوا على أن الدين معتبر في ذلك، الدين معتبر في ذلك كما في كل الكتب اللي ذكرناها آنفا من كتب المذاهب، إلا ما روي عن محمد بن حسن ابن الحنفي، ابن محمد بن حسن الشيباني رحمه الله، وهو من أئمة الأحناف،
كما في فتح القدير وفي حاشية ابن عابدين من إسقاط اعتبار الدين، لكن هذا خلاف المذهب، هذا خلاف المذهب. وأن البكر إذا زوجها الأب من شارب الخمر أو من فاسق في الجملة أن لها أن تمنع نفسها من النكاح، وينظر الحاكم يعني القاضي في ذلك فيفرق بينهما. وكذلك إن زوجها ممن ماله حرام أو ممن هو كثير الحلف بالطلاق، هذا بالنسبة لمسألة الدين. واختلفوا في النسب هل هو من الكفاءة أم لا، وفي الحرية وفي اليسار وفي بقية الشروط. والمشهور عن الإمام مالك أنه يجوز نكاح الموالي من العرب، قليل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كما جاء ذلك في المدونة وشرح منح الجليل. وقال سفيان الثوري وأحمد لا تزوج العربية من مولى، كما في منتهى الإرادات وكشاف القناع. وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تزوج قرشية إلا من قرشي، ولا عربية إلا من عربي، كما في حاشية ابن عدين وفتح القدير. والسبب في اختلافهم هو الحديث الذي في الصحيحين حديث أبي هريرة تنكح المرأة لدينها وجمالها ومالها وحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أو قال تربت يمينك. منهم من فهم أن الدين هو المعتبر فقط، لأن النبي قال فاظفر بذات الدين. ومنهم من رأى أن الحسب في ذلك هو بمعنى الدين وكذلك المال، لأن الواو العاطف هادية، وأنه لا يخرج من ذلك إلا ما أخرجه الإجماع كما نقله أصحاب المذاهب فيما قدمنا من المراجع. وكل من يقول برد النكاح من العيوب يجعل الصحة منها من الكفاءة، وعلى هذا يكون الحسن يعتبر لجهة ما. نعم أحسن الله إليكم شيخ، أن انتهى الباب شيخ. وعلى ذلك لم يختلف في المذهب، عند الشافعية كان في الشرح الكبير أن الفقر يوجب فسخ النكاح إذا كان فقيرا غير قادر على النفقة، فالمال عنده من الكفاءة، ولم يرى ذلك أبو حنيفة. وأما الحرية أيها الكرام الفضلاء فلم يختلف المذهب أنها من الكفاءة، هذه أيضا على قول عند الشافعية، هذا كلام هذا عند الشافعية. نعم. وعلى ذلك طيب الثيب هل ترتفع عنها الولاية في مقدار الصداق إذا كانت رشيدة كما ترتفع في سائر التصرفات المالية، أم ليس ترتفع الولاية عن مقدار الصداق إذا كانت لا ترتفع عنها في التصرف النكاح والصداق من أسباب النكاح؟ وقد كان هذا القول أخلق من يشترط الولاية ممن لم يشترطها، لكن أتى الأمر بالعكس كما في بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد. ولذلك قال البخاري باب تزويج المعسر الذي معه القرآن، وفيه سهل بن سعد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن مسعود لما قالوا ليس معنا نساء هل نستخصي، فنهانا عن ذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في البخاري. فهذا ليس معناه، هذا باب المعسر يتزوج. والنبي لما جاء الرجل قال التمس خاتما، ما قال كم ماذا عندك من القرآن، فزوجها بما عنده من القرآن عليه الصلاة والسلام في قصة المرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. وربنا يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وهذا هو الذي بواب البخاري باب تزويج المعسر. وأيضا باب الأكفاء في الدين، أن الكفاء هنا كفاءة الدين.
أن الكفاءة هنا كفاءة، كفاءة الدين. لكن كما قلنا الأشياء التي ذكرت هي أيضا معتبرة أيها الكرام الفضلاء، ومعمول، ومعمول بها، ومعمول بها. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.